ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم مدين. النهارده هنلعب لعبه سلندرينا الذكي اللي هي الجزء الاول. يعني يا جماعه معلش برضو على السحبه اللي انا عملتها دي، عشان يعني كان في الدراسه يعني وكده والامتحانات، بس دلوقتي خلاص يعني اديني خدت الاجازه، فان شاء الله كده هتلاقوا كل يوم فيديوهين، فما تنسوش اللايك والاشتراك وخلونا نلعب. طبعا يعني هي سلندرينا يعني كده اول جزء علينا. يلا بينا، خلي درجة الصعوبة ايزي. يلا قالت يعني يا جماعة تخلوا الدعم والتفاعل يعني كده في القناة زي الاول، عشان الحكاية ديت بتشجع يعني كتاب من البداية. كويس، بداية مبشرة. كتاب تين ده مبشرة. لا بقى مش ناقص انا حركات الخض والحركات دي جد. رب ما تخدش يا رب. انا اكتر حاجة سمعت الصوت يا سيدي رب. انا اكتر حاجة بخاف منها الطرقة اللي بتبقى زي كده، الطرقة الطويلة رعب. بس ما كانش في حاجة. يلا في حاجة هنا برضو طرق طول. بص تحت فين؟ ده نفس الطريقة. يما خضتني والله. اوقات فين يا سندرينا؟ انت فين؟ اختفي يعني، شكلك خايفة مني. خلاص يعني كده ممكن دخلت. طب دخلني هنا. الله ربنا يستر. مفيش حاجة هنا. احنا هوت محتاجين مفتاح. تمام برضو يعني المكان ده خلص. نشوف هنا ربي يكون في حاجة بقى. تحقتونا. شفتوا اللي شفته؟ نهار ازرق. يا قلبي اتخضيت اقسم بالله. يعني ما شاء الله البني ادم بيبص هنا لقيتها راحت جايه داخله مره واحده كده بتبص من هنا داخل الاوضه. ايه ده حصل؟ خلاص يا حبيبي. يلا يلا ربنا يستر. ماي جاد، اخيرا كتبتين الحمد لله. بنعوض اهو بنعوض، بس محتاج مفتاح. الحمد لله فيك مفتاح. انا خايف والله، مش قوي يعني بس خايف. اقسم بالله انا كنت عامل موبايل. يا نهار ابيض اقسم بالله. يا حريص ياما، وايه الاصوات دي يا ناس؟ والله العظيم انا خفت. حسبي الله ونعم الوكيل. ده جريني اقسم بالله ارحم لي. يا نهاريني اقسم. ده الجزء الاول يعني ايه الرعب؟ انا يعني بس مش عايزه اسكت عشان السكوت بيوترني. يما مفيش حاجة مفيش حاجة. ابص خضة كمان وحلق الفيديو. مش وحلقي الفيديو خلاص. هقفل لو خضة كمان.
ربي يا خايف. هو انا بقى كده بقيت بلف حوالين نفسي. في حش خريطه اللعبه دي بس هنخش المكان ده. في هنا باب محتاج مفتاح. يا نصابين مفيهوش حاجة. يا رب استر يا رب. ربنا يحسس انها هتطلع لي. يا رب استر يا رب. انا خايف وربنا. فول يا رب ما اتخضش. ربنا انا بقى اشعر جدا. حياة دماغي يا رب. انا وربنا خايف. انا هغمض عيني ما بفتح الباب ده. الحمد لله. انا اقسم بالله قلبي وقع. اعصابي تعبت. حسبي الله ونعم الوكيل. في الرعب اللي في اللعبة دي انا مش هلعب سلندرينا تاني طول حياتي. عمري ما هلعبها. عمري انا حرمت خلاص هلعب جراني. استنوا يا جماعة ممكن فيديو جراني الجزء التالت ينزل في نفس اليوم. هسجل عنها يعني كده. ممكن في نفس اليوم ينزل او بكرة. علشان يعني احنا خلاص ختمنا جراني الجزء الاول والجزء التاني ناقص التالت. امشي امشي وشك امشي. الله يرحم ايام زين. ماشي اكلنا على قفانا كده. تمام وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم الحلقة الجاية. وسلام.